ترامب أدب نظام طهران شكراً للرئيس الجريء. افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله. ثمة عدد قليل من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الذين صنعوا لأنفسهم مكانة مهمة في التاريخ أمريكياً ودولياً، بينما هناك رؤساء يمر ذكرهم في تعداد من توالوا على البيت الأبيض من دون ذكر أي إنجازات لهم. وإذا كان تحرير العبيد اقترن بأبراهام لينكولن أو وودرو ويلسون صاحب المبادئ الدولية 14 المنادية بالديمقراطية واستقلال الشعوب وفكرة تأسيس عصبة الأمم، أو جيمي كارتر صاحب المبدأ المعروف باسمه المتعلق بحماية الممرات البحرية في الخليج، ورونالد ريغان الذي قاد مشروع تقويض الاتحاد السوفيتي، فإن دونالد ترامب لا شك سيكون الأكثر حضورا في التاريخ. رغم أنه الرئيس الأكثر جدلا من حيث المشكلات الداخلية التي انفجرت بوجهه خلال مسيرته إلى البيت الأبيض وحتى بعد توليه الرئاسة، وآخرها محاكمته أمام الكونغرس حيث نال البراءة التي أبعدت عنه شبح تجرع كأس العزل المرة، إلا أنه أعاد الهيبة للولايات المتحدة اقتصاديا عبر الإجراءات التي أقرتها إدارته ضد عدد من الدول من خلال عقوبات غيرت مفهوم الصراع في مناطق عدة. أما سياسيا فقد استطاع إجهاض مخطط سلفه باراك أوباما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، الذي قام على إعادة إحياء التدخلات الإيرانية بالشؤون الداخلية للدول العربية وخصوصا مجلس التعاون، ومهد الطريق لانتعاش الإرهاب الذي كان قد بدأ يخبو مع الحملة الشرسة عليه بعد 11 من سبتمبر عام 2001 ومناصرته التيارات المتأسلمة في تقويض الأنظمة العربية من خلال دعمه ما يسمى الربيع العربي. لقد كان ترامب أمينا مع نفسه في تنفيذ برنامجه الانتخابي بالدورة الأولى، إذ ألغى الاتفاق النووي المسخ، وهو بالحقيقة أشبه باتفاق ميونخ في ثلاثينيات القرن الماضي الذي جعل ألمانيا النازية تتوسع في أوروبا، أي تماما ما سعت إليه طهران، إذ لو تيسر لها الاستمرار به لكانت اليوم تسيطر على غالبية العالم العربي، مستندة إلى تحوير مقولات دينية، أو بمعنى أوضح لكانت حولت الثقافة الدينية إلى الشيعية السياسية على النمط الإيراني وفقا للمبدأ الأوبامي: احكموا العرب ولا تقتربوا من إسرائيل. هذا الاتفاق جعلنا قاب قوسين أو أدنى من الفوضى الفارسية المستندة إلى ثارات قديمة عفى عليها الزمن، وبإسقاطه غير ترامب مسار التاريخ الشرق الأوسطي. وربما هنا يأتي من يقول إنه أيضا خدم إسرائيل، وهذا الكلام صحيح، لكنه خدمنا، وذلك دليل على الوفاء للحلفاء التاريخيين. فالرجل أثبت أن الولايات المتحدة لا تتخلى عن الأصدقاء في وقت الشدة، وربما هناك من يقول إنه فشل مع كوريا الشمالية، بينما مع إيران لم يحسم الأمر بحرب أو معركة تنهي النظام الحاكم فيها. لا شك أن ظروف كوريا الشمالية وشبه قارة الهند الصينية تختلف عنها لدينا في هذه المنطقة، فنحن لدينا سلسلة من الأزمات الكبرى المستمرة منذ عقود، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ هي لا تزال ترخي بظلالها على الأوضاع العربية والشرق أوسطية منذ قرن، وكل هذا يجعل الأمر معقدا. غير أن المبادرة التي قدمها الرئيس الأمريكي للحل هي أفضل ما يمكن للعرب الحصول عليه، وإذا رفضوها لن تكون لهم أي فرصة مستقبلا. لم يؤسس ترامب لحرب جديدة في الشرق الأوسط، بل جعل كرة ثلج الرفض الشعبي تتدحرج حتى سدت الطرق أمام إيران. فهذه الثورة العراقية الحالية أسقطت كل ما يحكى عن تلك المرجعيات الدينية وقوتها، وأثبتت أن العراقيين يريدون وطنا يحكمونه بأنفسهم وليس عبر مرجعيات دينية ولاؤها لنظام الملال الحاكم في إيران. لا شك أن ترامب بالنسبة للعرب الواعين المطلعين على خفايا السياسة الدولية ولعبة المصالح المتحكمة بها،
هو الشخصية الأقرب إلى هؤلاء العرب من خلال ما قدمه، وربما يكون روزفلت الآخر الذي أسس لتحالف تاريخي مع دول الخليج العربي لا تزال تحصد ثماره إلى يومنا هذا. نعم، لولا ترامب لكنا اليوم كما أسلفنا ضحايا إيران، ولكانت الحروب الأهلية تعم العالم العربي، ويكفي أنه مستمر في محاربة الإرهاب وآخرها القضاء على الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في اليمن، وكذلك تصفية البغدادي وسليماني اللذين كانا قد عاثا إرهابا في كل المنطقة.